أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، ومع حلقة جديدة من سلسلة ترتيل. إن شاء الله تعالى سنتكلم اليوم عمن هو الإمام عاصم ومن هو الإمام حفص الذي نقرأ بروايته، نقرأ برواية حفص عن عاصم. الإمام عاصم، وأنا الآن يعني هذا الكتاب الذي بين يدي هو كتاب لي بعنوان صيد اللآلي في شرح تحفة الأطفال، ولي كتاب آخر بعنوان المدخل لدراسة علم تجويد القرآن الكريم، تجدون إن شاء الله فيه تفاصيل أكثر عن ذلك بإذن الله تعالى. فالإمام عاصم توفي سنة 127 من الهجرة، توفي سنة 127 هجرية، يعني بما يعادل تقريبا 745 من الميلاد. أما اسمه فهو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود بهدلة مولى بني جذيمة ابن مالك. هذا الإمام عاصم لم تذكر لنا كتب التراجم تحديدا متى ولد، وهكذا مع كثير من العلماء. ليه؟ لأن العالم في بداية حياته أو عندما يولد لا يعرف أو لا يعلم بأنه سيكون عالما، لكن عند وفاته عندما يتوفى العالم كله يدري متى توفي هذا العالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف الناس سنة الميلاد بحادث عظيم، وهو حادث الفيل، لكي يبين للناس متى ولد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ندري متى ولد الإمام عاصم. أيضا الإمام عاصم هو ولد في إمرة معاوية بن أبي سفيان بالكوفة، وشغف بالقرآن الكريم منذ الصغر، فقرأه على أئمة عصره وصار قارئا يشهد الجميع بالتمكن والحذق له. طيب يا إخواني، نريد أن نقف وقفة حقيقية. هكذا الإمام عاصم وهكذا صار إماما، لابد وأن ندرك أمرا في قمة الأهمية، ألا وهو ضرورة الشيخ في حياة الطالب، خاصة في حياة طالب القرآن الكريم. هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي. يعني كثير من الناس ممكن في بعض العلوم لا يذكر شيخه، وإنما ممكن يقول مثلا أنا أخذته من كتاب كذا. وطبعا كما تعلمون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لكن فرضا أنه أخذ العلم من كتاب وصار علمه صحيحا جيدا. لكن في القرآن الكريم لا نستطيع أن نأخذ العلم من الكتب، لأن التجويد هو تطبيقي في المقام الأول. يعني ما ينفعش أن واحد يطلع يقول كده لا أنا ما عنديش إجازة في القرآن الكريم وأنا أتكلم في تجويد القرآن الكريم، ما ينفعش. لازم يكون لي شيخ، ولازم هذا الشيخ يكون رواه عن شيخه، وهذا الشيخ يكون رواه عن شيخه بالسند المتصل إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. ما ينفعش أن حد يتكلم في أمور تجويد القرآن الكريم أو يعلم الناس إلا إذا كان حاصلا على إجازة من شيخ بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم هو لا ينفع أبدا أخذه من الكتب. بالرغم من أن الإمام عاصم كان لا يبصر، الإمام عاصم كان كفيفا لا يبصر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بنور البصيرة في قلبه، فكان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وكما سيأتي معنا بعد قليل يعني أنه كان شديد الحفظ حتى وهو مريض. أما مكانته العلمية سنتكلم إن شاء الله عن نقطتين في مكانته العلمية. أما النقطة الأولى
وهي كيف كانت قراءته للقرآن الكريم، والنقطة الثانية كيف كانت روايته للحديث النبوي سريعا. أما في القرآن الكريم فيقول ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات. وقال عنه الذهبي: الإمام الكبير مقرئ العصر، وقد بلغ من شدة إتقانه للقرآن أنه قد مرض سنتين، فلما أفاق لم تتغير قراءته، بل كانت تماما كما كانت قبل المرض. أما روايته للحديث فهو يعني لا يصل إلى درجة الثقات في الحديث، لكن في القرآن الكريم شهد له الجميع أنه إمام عظيم جدا في القرآن الكريم. طيب في الحديث مثلا يقول الدارقطني: في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. الله، احنا نتعلم من ده يا جماعة ايه؟ نتعلم اننا نحسن الظن بالعلماء، مش لازم كل عالم يكون عالم بكل شيء، ممكن يكون إماما في القرآن لكن أقل من الإمام في الحديث، أو لا يؤخذ منه حديث. وكذلك في عصرنا الحالي إن عايزين نؤمن بالتخصص، إنسان يقرأ القرآن الكريم كاملا قراءة صحيحة مجودة مرتلة، استمر في تعلم القرآن الكريم واستغرق عمره وحياته، لا بأس، لا مشكلة أنه لا يكون إماما في الحديث، لا يكون إماما في التفسير، لا يكون إماما في الفقه، هو إمام في شيء. وأنت كذلك انظر إلى نفسك وإلى العلم الذي تريد أن تكون إماما فيه. من عبادته رحمه الله كما يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قد كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يبقى في المسجد يوم الجمعة إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي أبدا، ربما أتى لحاجة فإذا رأى مسجدا قال: من البنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. سبحان الله، أولئك هم السادة الأعلام الذين حملوا القرآن الكريم. يعني مثلا الرجل رايح لحاجة فإذا وجد مسجدا يترك الحاجة ويدخل إلى المسجد لكي يصلي. من تلامذته، أعظم تلامذته حفص وشعبة، وفي الحلقة التالية إن شاء الله نتكلم عن الإمام حفص، لأنه هو صاحب الرواية التي نقرأ بها. إلى هنا أيها الإخوة الأفاضل ينتهي حديثنا في هذه الحلقة، لكننا إن شاء الله نفصل الكلام عن الإمام حفص في الحلقة التالية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.